السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعناكم في حلقة جديدة من حلقات المحاكي الزلوج في حلقة 110 من هذه السلسلة. طبعا في الحلقة 109 توقفنا في هذا المكان وسوينا أحد المهمات الأساسية، والآن راح نبدأ في المهمة الأساسية الموالية. أوكي، في عندنا هذا اللي حكينا عليه في الحلقة الماضية، راح نقوم بتسويته. طبعا عندنا المكان هذا الأول، بعدين هذا المكان الثاني، بعد كين المكان الثالث والمكان الرابع اللي راح نسلم فيه، ومن بعد راح المكان الخامس أو السادس، وبعد راح نرجع لنفس المكان. طبعا لغينا الإشارة نبعد قليل. أوكي، هكذا راح تكون الحركة بهذه الطريقة، ونكون خلصنا على المهمة بكل جدارة. طيب الآن راح نلتقي بقرب المكان الأول اللي راح نسلم فيه الأغراض. أوكي، وصلنا للمكان الأول. طبعا مثل قبل راح نقوم بملء الخزان، بعدين راح نحمل الأغراض. هذا الأول وهذا الثاني. طيب الآن راح نتجه مباشرة إلى المكان الثاني. طبعا المكان الثاني تقريبا راح نأخذ منه أشياء، ولكن باستعمال التريلر، لأن هناك موجود التريلر. طبعا المصنع ليس بعيد. أوكي، وصلنا المكان الثاني. طبعا راح احاول ارجع بالخلف. هكذا حتى نشبك التريلا بالشاحنة ونخرج مباشرة. جيد، هكذا. طيب الآن راح نحمل على التريلا. دقيقة، راح أتأكد من الاسم. أوكي، لا لا لا، فات. ارجع 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 يا ورع. هذا هو المفروض الغرض. طبعا راح نحمل 2 على ما اعتقد، اذا لم كنت مخطئ. 2، ايوه جيد. الان راح نذهب الى المكان. يا ساتر على الدمج، يا ساتر شو اللي دمجني، ما بعرف. المهم الان راح نتجه الى المحطة الثانية من البنزين ونحمل البراميل 2 اللي مازالوا. بعدين راح نروح للنقطة اللي راح نسلم فيها الأغراض. طبعا راح نتجه مباشرة من هذه الجهة، وبعدين راح في، أيوه ها هو الجسر. مكابح مكابح. طبعا الجليد ما ينفع معاه المكابح. في عندنا هذه التريلا، ولكن راح نخليها، راح نخليها، لأن هذه راح يمكن راح نأخذ فيها سيارات لنقلها إلى المدينة الموالية. طبعا عندنا شاحنات أخرى لم نستعملها، لكن المشكلة أني علي الذهاب إلى المدينة الأولى، أي الذهاب إلى المدينة الأولى، ولهذا أنا حاولت. واضح. طيب اوكي، وصلنا للمكان الثاني او الثالث. لكن مرة هذا راح نحمل اغراض زائدة. اوكي، هذا الاولى. اوكي، راح نحطها.
تعالي اتفق اخوتك صافي صافي راح نضعها في القلب حتى نترك المكان للحمولة الأخيرة. هذا جيد، نحاول نضعها فقط بطريقة صحيحة. المكان قريب لهذا، لا يعني ما يحتاج أن نعدلها ولكن هكذا أفضل. أوكي الحمولة الأخيرة، تعالي أنت أيضا. هكذا بعدين راح نعدلها مثل أختها. ندوري أيوه يكفي جيد. طبعا راح نغلق على الرافع لأن أصبح الحمولة ثقيلة جدا، وأستعمل العجلات لإحتياطي. أوكي طبعا هنا راح أضطر أستعمل السير البطيء لأن الشاحنة أخذ حمولة يعني الدبل، وأخذ حمولة الدبل ومع هذا مع التريلا المحملة، لهذا راح أحاول أني ما أسرع إلا راح تسقط الحمولة كلها. طبعا طريق جيد ليس طريق رديء، بإمكاني السير فقط البطيء حتى ما تكون في اهتزازات وتسقط الحمولة الزائدة. يمكن راح نسرع شوي فقط نشوفها بطيئة كثيرا. أنا في عندنا حمولة ثانية أو الأخيرة. أوكي طيب راح نسرع أكثر. طبعا أخلف هذي الدفلوكس، يحتاج فقط الدفلوكس السريع بدون ما شغل الدفلوكس. المكان اصلا قريب فقط هنا ليس بعيد. بعدين راح نخلي التريلا ونروح على المكان المصنع الاخشاب حتى نقوم ببيع او جلبها للمكان هذا. اوكي اوكي وصلنا. اوكي راح نسلم الغرض الاول والثاني والثالث والرابع، بعدين راح نشبك الحبال والاخيرين. طبعا هنا راح نزعد اوكي، وبعدين راح نبيع التريلا. لا راح نبيع التريلا يا ولا. اوكي يعني اذا احتجت اليها التريلا راح اقوم باشتراءها مرة قادمة. طيب الان راح نذهب الى المكان الاخير لحمل الحمولة الاخيرة. طيب راح نلتقي بقرب المصنع او المستودع الالواح الخشبية. اوكي وصلنا المستودع والمصنع. اوكي طبعا الخشب كم اثنين. اوكي راح نغير الخلف، نشغل الدفلوك او الدفع كله. اوكي حاليا في المكان الصلب يعني. طيب الان راح نتجه نسلم الغرض الاخير نكون خلصنا الحمل. طبعا المكان هنا لكن في الأعلى، طريق جيد ليس من طريق صعب. طبعا هذا أول مرة راح نصعد الطريق فيه جليد، لو كانت الشاحنة عجلات الشاحنة ما فيها
السلاسل كان مستحيل مستحيلات السبعة تصعد الشاحنة إلا في حال استعملنا الحبال مع الأشجار والعمود الخاص بالكهرباء والألواح، لكن باستعمال السلاسل الشاحنة بتصعد كأنها لا يوجد هناك جليد. قبل شوي صعوب في بعض الواحد أن الشاحنة فيها عندها شوي صعوبة في الصعود، لكن نحن الكلام هو أوكي راح جاهزة هذه، لأن هذه راح تديني إلى المكان المدينة الموالية. لست أدري هل المهمة الأساسية راح نستعملها مرة أولى راح تدينا المدينة هذه أو مدينة أخرى. في أربع مدن حاليا، نحن في المدينة الثانية. ترى الدمج قريب. اوكي وصل او تقريبا وصل. يب هناك الغرز. اوكي نغلق المحرك وهذه هي المهمة. اوكي الان في عندنا مهمة واحدة في هذه القائمة مفتوحة، يعني الباقي مازال عليها المفتاح. اوكي المهمة الموالية اوكي بعدين راح نذهب اسمنت هنا طبعا، وهذا في نفس المكان اللي اخذنا فيه، راح نذهب الى هنا. اوكي جيد. طيب في دقيقة ما عندنا هنا اسمنت. اوكي نعم يمكن اخذها من هنا او من هنا. اوكي ليست هناك مشكلة. طيب حاليا هذا هو كانت حلقة اليوم، اتمنى تعجبكم هذه الحلقة، لا تنسوا الاعجاب باللايك والاشتراك وتدعموا في هذا الله، وانتظرونا في الحلقة القادمة ان شاء الله من مهمة اساسية. السلام.